السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما. نحمدك يا رب بالإيمان ونحمدك بالإسلام ونحمدك أن جعلتنا من خير أمة أخرجت للناس من أمة خير الأنام سيدنا محمد. اللهم لك الحمد كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله وعلانيته وسره. أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن فلك الحمد، وأنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن فلك الحمد، وأنت نور السماوات والأرض ومن فيهن فلك الحمد. أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. لا تحويه الأقطار، ولا يجري عليه ليل أو نهار، ولا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. يا رب يا رب، إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. إن لم يكن يدعوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير الآثم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم أني مسلم. وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم جازه عنا خير ما جزيت به نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، لماذا نتقرب إلى الله بالطاعات رغم أن الله سبحانه وتعالى غني عنا؟ هل تظن أخي في الله أن صلاتك أو صيامك أو زكاتك أو حجك تزيد في ملك الله شيئا؟ من ظن ذلك فهو واهم، ومن ظن أن الله ينتفع بطاعتك فهو واهم. ولكن الله سبحانه وتعالى قالها صريحة في القرآن: إن تكفروا فإن الله غني عنكم. وأخبرنا رب العالمين وقال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وأخبرنا رب العالمين أننا نحن المحتاجون إلى الله، فقال: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. فلا تظن أخي في الله أن الله سبحانه وتعالى لما يأمرك بالصلاة أو بالصيام أو بالزكاة أو بالحج
لا تظن أن طاعتك هذه تزيد في ملك الله أو تنفع الله شيئا، أبدا، وإنما النفع الحقيقي لك أنت. رب العالمين سبحانه وتعالى يريد المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن يكون قويا نظيفا مهذبا في خلقه، محترما في تعاملاته، راقيا ساميا عاليا فاهما واعيا مدركا للأمور من حوله. ولا تظن أخي في الله أنك إذا أردت أن تكون صادقا أمينا فإن ذلك متاح بالتمني، لا تظن ذلك. لا تظن أنك إذا أردت أن تختلط بالناس وتصدق في قولك وتكون أمينا على أماناتهم وأسرارهم وتستر عورات الآخرين، لا تظن أن ذلك في متناول الجميع. هذا تماما كمن أراد أن يكون بطلا في كمال الأجسام، هذا لابد أن يتدرب. لو قيل أنه بالتمني سيصبح بطلا وتخرج له في جسده عضلات في أماكن مختلفة، لو قيل هذا الكلام لأي عاقل في الدنيا سيقول أن هذا خبل. بالتمني أريد أن أتمنى أن أكون بطلا مفتول العضلات ثم أكون كما شئت بالتمني، لا يمكن. لابد أن أذهب إلى الجيم وأتدرب وأتعب وأعرق حتى أصل إلى هذه الدرجة. فإذا رأيت واحدا من الناس بطلا قويا مفتول العضلات علمت أنه بذل جهدا كبيرا حتى يصل إلى ما وصل إليه. ليس مجرد التمني هو الذي سيكون فارقا بيني وبينك، أنا أتمنى وأنت لا تتمنى، ثم تراني في هذه الصورة فتتمنى أن تكون مثلي. الصدق والأمانة والاحترام والأخلاق الراقية لا تنال بهذه الطريقة، أقولها لحضراتكم بصدق. لا بد من التدريب العملي اليومي المستمر حتى تستطيع أن تكون صادقا، لأن الحياة بكل ما فيها لا يمكن أبدا أن تتركك صادقا. الحياة بأنظمتها على المستوى الشخصي وعلى المستوى الدولي تجبر الناس على أن يكذبوا. حتى لما رجل يعني رأى ابنه الصغير يكذب ويتحرى الكذب أمام أمه ويقول، يعني طفل صغير سنوات معدودات في الدنيا بيكذب بيكذب بيكذب، أتعرف ماذا قال الأب للأم؟ قال لها ابنك هذا سيكون سياسي بارع. هكذا تحسب الأمور في نظره، السياسي البارع هو أكبر كذاب والكذب عنده مقبول، أما عندنا كمسلمين فالكذب في كل أحواله مرفوض، الخيانة بكل أشكالها مذمومة. لذلك أحبابي في الله لا تظن أنك حتى تحافظ على هذه الحالة من الصدق التي يجب أن تكون أنت عليها، لا تظن أن ذلك سهلا. وسل نفسك، لن أضرب لك أمثلة، أنت بنفسك ماذا تعمل؟ طبيب؟ محامي؟ أنت تعلم كم تحتاج إلى أن تكذب في مواقف كثيرة. كونك لا تكذب هذه بطولة، وليست بطولة لأنك بطل، ولكن لأنك عبد لله وسيدك أمرك ألا تكذب، أمرك ألا تكذب. هذه الأخلاق الراقية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، قال هذا الكلام معناها أنني عندي مهمة الآن أن أتمم مكارم الأخلاق، أن أرى انعكاسات الأخلاق الراقية في تصرفاتكم يا من اتبعتم محمدا صلى الله عليه وسلم. أتدري أخي في الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدرب أحبابه ويخبرهم أن الوصول إلى هذه الحالة الراقية المحترمة تكون بالصلاة، تكون بالزكاة، تكون بالصيام، تكون بالحج. إذن الذي يعرف قدر وقيمة الصلاة يشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه.
الذي يعرف فضل الصيام يحمد رب العالمين سبحانه وتعالى على آلائه. الذي يعرف قدر الزكاة يشكر مولاه وخالقه سبحانه وتعالى أن أمره بهذا الأمر. ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا أنه ما أراد من خلال الصيام أن يعذبنا أبداً. ربنا يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لذلك أحبابي في الله، نحن كل واحد منا عنده تليفون محمول، هذا السيلفون اللي مع حضرتك هذا، سبحان الله كلما زاد استخدامك له كلما رأيت أن البطارية بتنقص بصورة سريعة، بتنقص 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 إلى أن يعطيك كده ألارم، علامة تقول لك أن هذا الجهاز يحتاج إلى شحن. لماذا؟ لأنك بعد قليل لن تكون قادرا على استخدامه، وحتى تظل قادرا على أن تستخدمه لابد أن تعيد شحنه مرة أخرى، مرة ثم مرة ثم مرة ثم مرة، وكلما زاد استخدامك كلما زاد شحنك لهذا الجهاز، البطارية في الجهاز. تعرف أخي في الله أن الصلاة هي الشاحن، هي الشاحن الذي تستخدمه أنت. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لبلال إيه؟ يقول أرحنا بها يا بلال. ثم يخرج بعد الصلاة صلى الله عليه وسلم في حالة غير الحالة التي دخل بها الصلاة، ثم يخرج ليتعامل مع البشر، يخرج يتعامل مع أصناف مختلفة، أشكال متنوعة من البشر، ولابد أن يكون صبوراً حمولاً حليماً صادقاً كريماً أميناً كما هو، وحتى يحافظ على هذه الحالة كثرة الضغط عليه من أصناف الناس المختلفة تؤدي الانفجار، لولا أنه يستعين بالله ويذهب ليصلي أرحنا بها يا بلال، فإذا انتهت الشحنة أو اقتربت على الانتهاء صلى مرة أخرى، فإذا اقتربت على الانتهاء صلى المغرب ثم العشاء ثم صلاة الصبح، وهكذا أنت في صلاة مستمرة حتى تحافظ على الحالة، حالة الصدق والأمانة والإخلاص والمحبة، على حالة الاحترام والأدب والتهذيب الذي أنت فيه الآن، حتى ينظر إليك الناس دائما على أنك إنسان جيد. رمز الصيام أحبابي في الله، هذا الصيام، هذه المقدمة التي صنعناها لحضراتكم أو قدمنا بها لموضوعنا في غاية الأهمية. فكر فيما قلته لحضرتك الآن ثم استمع للآتي. مفاهيم لا بد أن تصحح حول الصيام. رب العالمين لما قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقلنا في المرة السابقة أن تتقون ليس معناها لتحصلوا التقوى كما قال بعض التفسيرات، وإنما معناه الواضح أن تعملوا بالتقوى، تتقون، تتقون، تتصرفون في كل نواحي الحياة بالتقوى، تكون التقوى هي الشعار، تكون التقوى هي التعامل فيما بين المسلمين، تكون التقوى هي حياتك، تكون التقوى هي شعارك، تكون التقوى هي كل شيء. تتقون، تتقون، تتقون. واسمع إلى هذه الملحوظة، رب العالمين ما قال يا أيها الذين آمنوا كتب الصيام عليكم، كتب الصيام عليكم، التقديم والتأخير في آية أو في كلمتين، الصيام عليكم، عليكم الصيام، فارق كبير. لو ربنا قال كتب الصيام يبقى المقصود هو أن تصوم، المقصود هو أن تصوم، لكن لما ربنا يقول عليكم الصيام المقصود هو أنتم، حتى يكون الصيام وسيلة لتحصيل التقوى. إذن الصيام ليس غاية، وإنما الصيام وسيلة تصل بها إلى أن تتقي الله سبحانه وتعالى، تصل بها إلى أن تكون التقوى هي تعاملاتك. تجد أنك تتقي الله في كلامك فتصدق، تتقي الله في معاملاتك فتكون أميناً، تتقي الله في حركاتك وفي سكناتك فتكون مهذبا محترما،
تتقي الله سبحانه وتعالى في كل كبيرة وصغيرة لعلكم تتقون. هذا ما قاله رب العالمين. ثم قال ربنا أياما معدودات، يعني إذا الغرض ليس أن يعذبنا رب العالمين بالصيام. أخي في الله تدبر هذا الكلام جيدا، الصيام نعمة من رب العالمين. ربنا قال أياما معدودات، يعني أيام قليلة تعد، وكل معدود له نهاية، كل معدود في الدنيا له نهاية. كم من مرة استمعت إلى هذه الآية في بداية رمضان ثم سرعان ما ولى رمضان وانتهى. كم رمضان ولى عليك في حياتك؟ أخبرني بالله عليك وكن صادقا مع نفسك، ماذا أثر فيك رمضان الماضي؟ ماذا أثر فيك رمضان الذي قبله؟ ماذا ترك لك من آثار رمضان من 10 سنين أو من 20 سنة؟ هل غير فيك شيء؟ إن كانت الإجابة نعم فالحمد لله رب العالمين، وإن كانت الإجابة التي تعرفها بينك وبين نفسك لم يؤثر فاسمع لهذا الكلام. أحبابي في الله، من فضل الله سبحانه وتعالى أن جعلنا أحياء وجعلنا ممن أدرك رمضان. اللهم اجعلنا ممن أدرك رمضان يا رب العالمين. يعني هذه النعمة من رب العالمين أن يعطينا ربنا الفرصة حتى هذا اليوم، الحمد لله. لو دخلنا في رمضان فهذه رحمة من الله، لكن لابد أن تعاهد الله سبحانه وتعالى أن تكون في رمضان على الصورة التي أرادها رب العالمين، ليست على الصورة التي تريدها أنت. بمعنى رب العالمين يريدك أن تكون من المتقين وأن تعمل بالتقوى، فلا بد أن تكون كذلك. رب العالمين أخبرنا أن وسيلة التعامل بالتقوى ووسيلة السيطرة على النفس هي كسر الشهوات وكسر العادات من خلال الصيام، من خلال الصيام. فلو اتبعنا منهج رب العالمين سبحانه وتعالى نكون من الفائزين. ووالله هي أيام معدودات، أيام معدودات. سرعان كما انتقينا اليوم نقول إن شاء الله ربما غدا أو بعد غد سيكون أول أيام شهر رمضان المبارك. كما قلنا هذا الكلام الآن سأذكركم، إن قدر الله لنا البقاء وقدر لنا اللقاء، إن قدر الله البقاء واللقاء نلتقي. وأذكر حضراتكم بكلام رب العالمين أياما معدودات. وسأقول لحضراتكم أين رمضان؟ ولا رمضان، وسبحان الله فاز من فاز وخسر من خسر، والذي خسر خسر لأنه ما أدرك الحلاوة والروحانيات والمعاني السامية والطاعات الراقية في رمضان. أحبابي في الله، العمر كله أيام معدودات، وما هي إلا أيام حبيبي في الله. ثم نذهب إليك نوقظك فلا تستيقظ، نهزك فلا ترد علينا، نصرخ في أذنك فلا تجيبنا، فنعلم أنك قد مت. أيام معدودات ندرك فيها أنك قد انتقلت وتوفيت من هذه الحياة، ثم على قدر محبتنا لك نسارع بأن نأتي بمن يغسلك ويكفنك، على قدر محبتنا تكون سرعة التخلص منك. سبحان الله، من أحبك سارع في إرسالك إلى قبرك. هذه الحياة، اسمع لهذا الكلام بقلبك الآن، والله نأتي بمن يغسلك وبمن يكفنك، ثم نذهب فنصلي عليك ونذهب بك إلى المقابر، نغلق عليك أبواب القبر، ولا يكون معك أنيس ولا جليس إلا عملك الصالح، وما هي إلا لحظات، ينصرف عنك الأهل والأحباب وتبقى وحيدا في قبرك، يصدق فيك قول القائل عبدي إلى القبر حملوك وفي التراب وضعوك وللسؤال قدموك ثم عادوا وتركوك، ولو بقوا معك ما نفعوك، ولن ينفعك إلا أنا فأنا الحي الذي لا أموت. من لك غير الله؟ من لنا غيرك يا رب؟ اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم، وصلي اللهم وسلم وبارك عليه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم بعد. All praises due to Allah. We praise Him. We seek His help and His forgiveness. We seek refuge in Allah from the sins of ourselves and from our wicked deeds. Whosoever has been guided by Allah, there is no one can misguide. And whosoever went astray, there is no one has the ability to guide him but Allah subhanahu wa ta'ala. And I bear witness that there is no one worthy of being worshipped but Allah. And furthermore, I bear witness that Muhammad is his messenger and his true slave. May Allah bestow his mercy upon his final prophet Muhammad, upon his family, upon his companions, and all those who follow them till the day of judgment. Ameen, ya Rabbil Alameen. My dear brother and sister in Islam, today I have a good news, glad tidings, that Ramadan maybe gonna be tomorrow or after tomorrow. If Ramadan inshallah gonna be tomorrow, that means we're gonna pray tonight, Tarawih. That means we're gonna come to the masjid to pray Tarawih. So inshallah, quickly inshallah, we're gonna get a paper and pen. You can leave your number and we're gonna call you if you want to do that, to tell you from Ramadan tomorrow to come tonight to our masjid to start to pray Tarawih together inshallah. I want to tell you something very important today about Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala, when He said, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا O you who believe, كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ الصِّيَام has prescribed on you as it has done with the people before you, with the nations before you. Maybe you're gonna gain taqwa or you're gonna deal with taqwa with each other. The reality about the siyam, fasting, that Allah subhanahu wa ta'ala doesn't want to torture us. Prophet sallallahu alayhi wa sallam says, مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَنْ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. The one who fasts Ramadan because he believes in Allah and he's waiting for Allah his reward, Allah subhanahu wa ta'ala gonna wipe out all his previous sins, gonna forgive his all his previous sins. And he said again, sallallahu alayhi wa sallam, مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا. The one who prayed Tarawih in Ramadan because he believes in Allah and he's waiting for the reward from Allah subhanahu wa ta'ala, Allah gonna forgive his all previous sins. And again the Prophet says, وَمَنْ قَامَ لَيْلَةُ الْقَدْ. Whoever gonna reach or pray during the night of power, the night of creed, لَيْلَةُ الْقَدْ, Allah subhanahu wa ta'ala gonna forgive all his previous sins. We need Allah subhanahu wa ta'ala. We need Allah to forgive our sins. That's why we need to reflect upon the ayat of Allah subhanahu wa ta'ala. First of all, you need to define your goal in Ramadan. What do you want? You should understand this meaning. What do you want to do in Ramadan? What is your goal in Ramadan? Some people are going to say, I want to finish reading the whole Quran during Ramadan. Other one going to say, I want to pray the whole raka'at in Tarawih and Tahajjud during Ramadan. Another one gonna say, I want to pray the whole obligatory salah 5 times a day in the masjid, in jama'ah behind the imam during Ramadan. Some people, subhanAllah, Ramadan to them like the light switch. When Ramadan comes, the light is on. Now he's Muslim, he's practicing Islam. Once Ramadan gone, the light gonna be off and he doesn't the same, is not the same. This is so many Muslims. They dealing mistakenly with Ramadan. They dealing with Ramadan as a culture tradition. Something we used to do or we got used to do. Something everybody do. This like a congregational worship to Allah subhanahu wa ta'ala. This is not Ramadan. Ramadan which Allah subhanahu wa ta'ala wants different. Ramadan, ask yourself, why Allah subhanahu wa ta'ala ordered me to fast? Because so many people, I'm going to tell you that, so many people, they are concentrating too much on hunger and thirst in Ramadan. He's always thinking how to kill his time to reach Adhan al-Maghrib, you know, sunset. Why? Because he wants to eat, he wants to drink.
All his focus and all his concentration on food. Because now Allah deprived me. I cannot eat. I cannot drink. I cannot have intimate relationship. I cannot. So I'm wait. I cannot wait. Listen, you are in fight. You are in fighting your organs. SubhanAllah, the heart wants to be a good person. Okay? But SubhanAllah, your lungs, your stomach, your SubhanAllah, your throat, everything. I'm thirsty. I want water. Stomach is, I am hungry. I want food. Feed me. Give me drink. I can't. This is Ramadan. He's gonna be in this battle the whole day. That one is wasting his time. Listen. Wallahi, if you announce it in the front of Allah, I'm sa'im. I'm fasting. I'm fasting. Nothing gonna complain. You're gonna focus on Quran. You're gonna focus on the prayer. You're gonna focus how to pray. How to worship Allah subhanahu wa ta'ala more and more. Listen to this point, it's very important. Allah says, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصوم. Listen to the subhanAllah. How Allah put subhanAllah these words in order. Allah says, شهر رمضان, the month of Ramadan, the ninth month of the year. Allah says, الذي أنزل فيه القرآن. Allah has revealed Al-Quran in Ramadan. That's why this is gift from Allah. Allah says something amazing. هدى للناس, guidance. Al-Quran is guidance. Not to Muslim or not just to the believers, but to all mankind. هدى للناس. This is amazing. So whoever gonna follow the rules of the Quran al-Kareem, he gonna be very respectful person. He gonna be very good, very honorable person. This is what Allah says. هُدَى لِلنَّاسِ, to all mankind. وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ. And guys, this is like special or private treatment to Muslims. But in the first, Allah says to all mankind. My dear brother and sister Islam, Allah says, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرِ, the month of Ramadan, the month of Al-Qur'an, فَلْيَصُمْ, let him fast. Let him fast. Allah subhanahu wa ta'ala says, you should fast to celebrate the revelation of Al-Qur'an al-Kareem. To thank Allah subhanahu wa ta'ala for his gifts, Al-Qur'an al-Kareem. Allah says, قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ. Allah could hold this Quran. Allah could do that. But Allah subhanahu wa ta'ala, out of his mercy, he sent down this Quran to guide us, to make us better people. Allah subhanahu wa ta'ala, after this ayat, said what? وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي. Now you are a better person. Now you are a very respectful person. Allah says, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي. Wallahi, I wish I can explain وَإِذَا, just وَإِذَا. But يعني give me one minute. وَإِذَا معناها متى. Some people gonna think this is when. يعني وَإِذَا شرطية. يعني وَإِذَا, يعني إِذَا is not يعني إِن سَأَلَكَ. إِن سَأَلَكَ. No. I'm gonna give you an example. When a lady have a boy, son, he went to military and he went to the war and there is no news, no text messages, no emails, nothing at all. She know nothing. What do you think she gonna say? She gonna say, when my son come back, I'm gonna make a celebration. Or she gonna say, if my son come back, I will make a celebration. She gonna say what? When? Because if she said, if my son, that means there is possibility that he died. She doesn't want to say that. She still has the hope that her son is alive. When my son come back, I will celebrate. SubhanAllah, this is exactly what Allah says. When my servants ask you about me, he didn't say, oh Muhammad, tell them I'm so close. But he said, I'm close. He answered by himself.
Allah subhanahu wa ta'ala didn't put anyone between you and him. So Allah subhanahu wa ta'ala is waiting for you. Another thing is very important. When your son is sick, and you went to a doctor, and the doctor said, you need specialists. And you called to have an appointment. And they gave you an appointment after 3 months. And that day, at 1:05 p.m., you should be here. What are you going to say? You cannot say anything. You're going to just respond. You're going to wait because you have no other choice. This is specialist. If somebody is very important, called you or you want to meet him, you want to meet a congressman, Obama, anybody, he can, subhanAllah, tell you when you should, when can you come? When you can come? And then he's gonna wait for you. If you pass the time, you have 5 minutes. If you didn't come on the time, you should appoint, subhanAllah, another appointment. But Allah subhanahu wa ta'ala, when you call him, he will never put you on hold. He never say, leave a text message or leave a voicemail. Allah will never say that. Allah is waiting for you. Allah is waiting for you by the night and the day. Allah subhanahu wa ta'ala yabsutu yadahu. Allah expand his hand to the one who used to disobey him, to repent at any time, but the night, by the day. We need Allah subhanahu wa ta'ala. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Allah says, أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. يعني لَمَّا يَدْعُونِي أُجِيبُهُ. And this is very important point too. Allah says, أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ. Allah didn't say, أُجِيبُ دَعْوَةَ الْمُتَّقِينَ. أُجِيبُ دَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ. أُجِيبُ دَعْوَةَ. إنما Allah subhanahu wa ta'ala says, أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ. الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَى. Listen by your heart. You know الْمُضْطَرَّ. Wallahi, if you are the one who can respond to me, you know I have a problem. And I went to this brother and this brother to ask him for help. And nobody helped me. Nobody. I went to everyone and nobody helped me. And in the end, I came to you. I said, brother, I want you to help me. You're going to say, what? Now you're gonna come. You came to me after you asked everybody. You left me to the end. You should come to me first. No, I'm not going to help you. But Allah subhanahu wa ta'ala deal with people like that. You tried all your abilities. You tried everything. You asked everybody for help. Nobody helped you. Then you raise your hand and you ask Allah subhanahu wa ta'ala to help, and He helped you. He will help you. This is Allah subhanahu wa ta'ala. This is Allah. You should know, subhanAllah, who that you are dealing with him. Allah the most merciful. Allah expand his hands to us. Now the gates of paradise are open. Inshallah tonight, if Ramadan tomorrow, tonight, the gates of Ramadan, awwal layla, will be opened. The gates of the hellfire will be closed, shut down. Now this is your chance. Make Ramadan, subhanAllah, change your life. Allow Ramadan to change your life. Don't be hard-headed. Don't think about food and water. Think how to purify your heart, to be a better person. And the last thing I'm going to tell you, inshallah, you have calendar outside. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam, when hadith of Tirmidhi, وقال عنه حديث صحيح أو حسن صحيح, the Prophet said, من فطر صائما, من فطر صائما فله مثل أجره, فله مثل أجره دون أن ينقص من أجر الصائم شيئا. The meaning in Arabic, first, الذي يفطر صائما, ليس من الضرورة أن يكون الصائم هذا فقير أو محتاج أو مسكين, وإنما صائم مسلم غني يملك أكثر منك, ولكن أنت قدمت له طعام الإفطار أو فطرته فأشبعته, فلك مثل أجره دون أن ينقص من أجره هو شيء. يعني الذي أفطر عندك أو فطرته عند أجره كما هو, وربك يعطيك مثل أجره. This is hadith of the Prophet صلى الله عليه وسلم. So the Prophet صلى الله عليه وسلم says, the one who helped in breaking the fast of the one who is fasting, the one who offered food
to the one who is fasting. It is not necessary that person is poor person or needy person. No, that person maybe he's most wealthy or more wealthy than you. If you give him food to break his fast, Allah subhanahu wa ta'ala will give you the equal of his rewards. That's what Allah subhanahu wa ta'ala says. So we have a chance. This is the carrier outside. Inshallah, we're gonna make iftar, breaking fast in here in the masjid, inshallah, through the days of Ramadan. If you want to feed your brother and sister in Islam, this is something for yourself. I know everybody can break his fast at his home, but we try to gather people together. When we meet together, when we pray together, when we fast in the same time, wallahi, we will love each other more and more and more, because we have a goal to please Allah subhanahu wa ta'ala. Put this in your mind, and you ask Allah subhanahu wa ta'ala to accept all our good deeds, accept our fasting, our prayers, our reciting of the Quran. May Allah subhanahu wa ta'ala accept of us all, inshallah. Allahumma adina fiman hadayt, wa afina fiman afayt, wa tawallana fiman tawallayt, wa barik lana fima a'tayt. واغفر لنا وارحمنا واذا اردت بعبادك فتنه فاقبضنا اليك غير مفتونين اللهم ارحم موتانا اللهم ارحم موتانا اللهم ارحم موتانا اللهم اشف مرضانا اللهم اختم الباقيات الصالحات اعمالنا اللهم كلنا ولا تكن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وخذل عنا ولا تخذلنا واسترنا ولا تفضحنا وارفع قدرنا واعلي مقامنا واكشف الغمه عنا برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.